آخر محطاتنا لليوم رح تكون مع عالم المسرح. اتخذت بالفترة الأخيرة الأشكال الثقافية في سوريا نماذج مختلفة، من مهرجانات، من مسارح، من أفلام، من مسرحيات. اليوم رح نضوي على أحد المعالم الثقافية في دمشق، وأكيد مسرح الحمراء اللي كتير منروح ومنحضر فيه مسرحيات حلوة وفعاليات أحلى. رح نعرف اليوم ونضوي على الفعاليات اللي رح تكون خلال العيد على تظاهرة مسرح الأطفال وغيرها من النشاط مع السيد محمد سالم مدير المسرح. يسعد صباحك، الله اهلا وسهلا يخليكم، فيك. يسعد صباحكم، كل عام وانتم بخير وانت وسلمية بخير. بألف خير، جيشا وشعبا وقائدا. يسعد صباحك استاذ محمد، كل عام وانت بخير عن جديد. بألف خير يا رب. يعني مسرح الحمراء من اهم الاماكن الثقافيه اللي تشهد فعاليات ومسرحيات طوال العام، سواء كان للأعمار مختلفة. نحن اليوم رح نحكي عن التظاهرة اللي رح تكون خلال أيام عيد الأضحى لأطفالنا. خلينا نبلش. هي تظاهرة فرح الطفولة هي إحدى التظاهرات، لأنه دائما بشكل دائم في فعاليات بما يخص مسرح الأطفال بسوريا بشكل عام. على مدار السنة في فعاليات مختلفة. في عنا كمان تظاهرة فرح الطفولة أو مهرجان ربيع الأطفال الذي يقام على مستوى المحافظات كلها، مستوى المحافظات السورية. بالنسبة لتظاهرة مسرح الطفولة تقام على مستوى محافظة دمشق وريف دمشق. طبعا نحن بهي الفعالية أو بهذا العيد توسعنا شوي بما يشمل ريف دمشق. يعني كمان يعني عنا عروض عدا مسرح الحمراء، عنا عروض بمدينة دوما، عنا عروض بالمركز الثقافي بجرمانة، عنا عروض بالمركز الثقافي بصحنايا. هي طبعا بدي أكد على شغلة، أنه وزارة الثقافة حريصة تكون العروض ضمن هذه الفعالية خلال فترة العيد، أن تكون هذه العروض مجانية، يعني أن تقدم بشكل مجاني والدعوة عامة للأطفال وللأسرة. طبعا مسرح الحمراء منذ تأسيسه من عام 1950 مثل ما بتعرفوا قدم كثير عروض بما يخص، وعروض على مستوى كثير عالي على مستوى كثير عالي من الأهمية، سواء بمسرح الكبار أو بمسرح الأطفال. نحن هي التظاهرة في عنا عرض للأطفال، هو يقام الساعة 6 مساء بعنوان الطيور الذكية، إخراج بوسين نشية. نتمنى من الأهالي، من جمهور الأطفال، أنه يحضروا هذا العرض، بالإضافة لعروض أخرى في مسرح القباني ومسرح العرائس. طبعا التوقيت مختلف، التوقيت بيكون مختلف، مشان يتسنى للأهالي للأطفال أنه يحضروا العروض الثلاثة على مستوى مدينة دمشق. نعم. أيضا في عروض في المركز الثقافي بكفر سوسة، وعروض أطفال بالمركز الثقافي بالمزة. نعم. يعني سلمى رح نروح هلا لنشوف احد العروض يلي طعنا بالطفوله اللي كانت امبارح. رح نتابع الماده ونرجع نكفي حديثنا. المسرحية أولا هدفها إيصال المتعة للطفل العمر الصغير، والهدف الثاني كمان هو فيها مقولة نحن نساعد بعضنا، نحب بعضنا، والتعرف على الطيور. نحن يعني في عنا كتير هاي ظاهرة عم نشوفها شوي، التعامل مع الطيور بطريقة مؤذية، فإنه هدول الطيور بالأخير مخلوقات مثلهم يعني موجودة، فكمان إنه نحن نحسن المعاملة معهم. نحن كتير بحاجة لأنه نعزز فكرة مسرح الطفل عند الطفل ونعرفه شو هو المسرح. هدف المسرحية هو التعاون والمحبة لحتى ننتصر على أي خطر ممكن يواجهنا، وخصوصا نحن طالعين من فترة أزمة هلأ، فالطفل بحاجة لأنه أشياء توعوية
لحتى نحول الطاقة السلبية اللي موجودة عنده لطاقة إيجابية، فهذا هدفنا الأساسي من المسرحية. الغراب بهي المسرحية هو بين الطيور، مثل بيكون ضابط الطيور، هو اللي بيساعد البوم الحكيم لحتى يضبط الطيور وقت يضوجوا، وهيك كونه هو أعلاهم صوتا، هو الصوت العالي بيناتهم، هو مثل ضابط الإيقاع بالمسرحية، واللي بيساعدهم وبيقود الخطة النهائية لحتى يوقعوا الصياد اللي هو بيمثل الشر بهالمسرحية. لهي الجاجة جاية من المزرعة، ضاعت بهي الغابة، أول شخص صادفته هو الصياد، فهي صارت بدها تنبه الحيوانات الباقية، ونبهتهم مشان يعملوا خطة يمسكوا بالصياد. فرجينا كمان إنه كيف هي الجاجة رغم إنها غريبة عن هاي المجموعة الطيور، بس قدروا يساعدوها مشان ترجع للمكان اللي هي جاية منه، وبنفس الوقت إنه نرسم ضحكة بسيطة لهدول الأطفال اللي جايين يحضرونا. أستاذ محمد، كنا عم نتابع مقتطفات من مسرحية طيور ذكية. طيور ذكية. نعم. طيور ذكية. خلينا نحكي شوي عن هذا العرض، استمراريته، وناخذ لمحة منك عن باقي العروض. هلا الطيور الذكية هو بلش 3 الشهر الجاري، وهو مستمر ضمن هي التظاهرة على خشبة مسرح الحملة الساعة 6 مساء. طبعا عنا عروض أخرى كمان للأطفال مختلفة متنوعة. في عنا بمسرح الأباني عنا الريشة البيضاء إخراج وليد الدبس، هذا الساعة 7 مساء بعد عرض مسرح الحمراء. بجينا قلت لك إنه التوقيت مختلف مشان قدر الإمكان جمهورنا يحضر يعني. تمام. في عنا بمسرح العرائس في جبل بنفسج إخراج خوشناف زازا الساعة 4 عصرا. في عنا المركز الثقافي كفرسوسة عرض شارلي والدمية، طبعا كمان اخراج نزار البدين الساعة 12 ظهرا. في عنا مركز الثقافي المزه الاصدقاء الثلاثه الساعة 4 عصرا. هذا على مستوى دمشق. على مستوى محافظة ريف دمشق في عنا على مسرح الهواء الطلق بمدرسة الهاشمية بدوما عرض مسرحية سندباد وملك البحار، هذا الساعة 6:30 مساء. في عنا عرض بالمركز الثقافي بجرمانة مغامرات ماشا، هذا الساعة 12 ظهرا. وعنا عرض بالمركز الثقافي بصحنايا هو الترس السحري الساعة كمان 12 ظهرا. يعني الفعالية بشكل عام هي فعالية طبعا توسعت شوي عن العيد الماضي، هي كل عيد هي الفعالية موجودة، تظاهرة فرح الطفولة توسعت عن العيد الماضي وشملت أكثر محافظة ريف دمشق، وهذا اللي بتسعى له دائما وزارة الثقافة. نحن كوننا بهي الحرب يلي إن شاء الله تكون بنهاياتها بسوريا إن شاء الله، وزارة الثقافة حريصة جدا على أنه تفعل الدور المسرحي. قبل شوي كنا عم نحكي تحت الهواء أنه نشاطات الثقافية أو نشاطات وزارة الثقافة لم تتوقف أبداً. على صعيد المسرح لم تتوقف كبير. حتى خلال فترة الحرب، وكان الجمهور السوري هو تواق للمسرح، كان يحضر ويحضر بفعالية رغم مثل ما عشنا القذائف، وبمعظم المحافظات السورية الجمهور السوري هو تواق وبيحب المسرح. صح. فهي شغلة كتير. هلأ حاليا في توسع أكبر يعني بهذا الجانب، ونحن بأمس الحاجة للثقافة، نخلي هاي الثقافة الحضور المسرح هي ثقافة شعبوية، يمكن أنواع الفنون مختلفة ولكن المسرح بضل له وزنه يمكن بالشارع السوري، وخاصة بمسرح بما يخص مسرح الطفولة. صحيح. يعني في أحد المقولات مفادها بتقول أنه نحن نعمل لأجيال لم تلد بعد، فنحن عم نهيئ هذا الجيل مشان شو؟ مشان يأخذ رسالة بعدين
وهو يهيئ الجيل اللي بعده وهكذا. أكيد أستاذ محمد، يعني يمكن بيستوقفنا هون نقطة كتير مهمة اللي هي العروض اللي بريف دمشق. يعني خلال سنوات الحرب بعض المناطق اللي كانت عم تعاني من الإرهاب ما كنا عم نقدر يمكن نقيم فيها مثل هاي الفعاليات من سنة وشوي مع تحرير طبعا جيشنا الباسل لريف دمشق. صار في فعاليات ثقافية مهمة، حاليا رح يكون في بدوما مثل ما قالت مسرح. خلينا نحكي عن أهمية التواجد بهالمنطقة وأكيد نوعية المسرحيات اللي عم تكون موجودة لطفولتنا بهذيك الأماكن. ثقي تماما أنه أنا بمسرح الحملة دائما قبل العرض طبعا والجمهور هو فايت، أنا بكون عم بتجول بين الجمهور. ثقي تماما في من جمهورنا، في من دوما، في من عربين، في من داريا، في هن بحاجة هذا الشيء بصراحة، يعني نكون واقعيين هن بحاجة هذا الشيء. فنحن ليش ما ننقل لهم هاي الفعاليات لعندهم؟ ليش ما ننقل هاي الفعاليات لعندهم؟ يعني هاي المناطق صدقا هي بحاجة لأنك تطوري هذا الجانب الثقافي عندهم، وهن تواقين كتير وحابين يحضروا، حابين أولادهم تحضر تشوف، لأنه نحن مثل ما قلت لك نحن بأمس الحاجة، وخاصة بهي المناطق، مناطق ريف دمشق اللي لاقت الأمرين من العصابات الإرهابية المسلحة. عم نحكي عن جيل يمكن الحرب للأسف انحرم من كتير أشياء يمكن احنا عشناها هو ما قدر عاشها، إن شاء الله من هلأ وللأيام الجاية إن شاء الله إن شاء الله بيقدر بيعيشها. ودائما هلأ نحن بشكل عام بطاقات العروض هي أسعارها رمزية جداً، ولكن وزارة الثقافة حريصة أنه هاي العروض خلال هاي التظاهرة تكون مجانية والدعوة عامة للجميع. وهذا المسرح هو مسرح الطفل والأسرة، يعني لا يعني الطفل فقط بل يعني الأسرة أيضا، لأنه يقدم مفاتيح إلى هذه الأسرة لاكتشاف مواهب أطفالهم وتوجهات أطفالهم. نعم، حكينا عن 8 عروض، بدنا نأكد 8 عروض رح تكون بأماكننا وبتوقيتها الثابتة مثل ما حكينا لنهاية العيد. لنهاية العيد، وفي بعض العروض مستمرة لبعد العيد. بعد العيد الكبار ما لهم حصة بال هلا الكبار في عنا بمسرح الحمراء طبعا بعد هذا العرض في عنا ب29 من الشهر الجاري في كمان عرض للأطفال بعنوان فلة والأقزام السبعة إخراج محمد دباغ. بعدها بخمس الشهر كمان خمس الشهر المقبل في عنا عرض للكبار للدكتور عجاج سليم. طبعا العروض المسرحية لا تتوقف، يعني بيتوقف بس لفترة 5 أيام ما بين العرض أو العرض وحد أقصى أسبوع. يعني مثل ما لكم شايفين وعم تغطوا أنتوا الفعاليات الثقافية وبشكل خاص المسرحية كثيفة جدا. طبعا هذا حرص من وزارة الثقافة بهي الفترة، وإن شاء الله بالفترات القادمة راح تكون مكثفة أكثر. مسرح الحمراء، مسرح الأباني، مسرح العرائس طبعا نحن ما بنرتاح، وهذا الشيء هذا الشيء ألف عافية طبعا. لا أكيد هذا تحية لكل الجنود المجهولين بالمسرح. الله يخليكي، هذا الشيء نحن بالعكس هي رسالة نحن لازم نوصلها صح، لازم نبذل جهدنا قد ما فينا نوصل رسالتنا بشكل الصحيح، بشكل المتقن، بشكل الظريف. أكيد، يعني أستاذ محمد لما بيكون المسرح هو رسالة مثل ما بنقول تتخطى كل الأعمار وبتخلي هاي الحالة الربط بين الجمهور وبين الفنانين، أنت إضافة إلى أنك المسؤول أو المدير عن مسرح الحمراء أنت أيضا ممثل وبتشارك بعدد كبير من هاي المسرحيات. خلينا نحكي عن كيف لقيت الموضوع وأتصرت أنت بعد تحمل مسؤولية، يمكن أنت قبلها كنت خلف الكواليس يمكن من الفنانين بيطالبوا بأشياء كتير، هلا أنت صرت فينا نقول صوتهم. والله إن جيتي للواقع شو ما طالبوا الفنانين هو حقهم، ولكن ضمن الإمكانيات اللي موجودة عنا ثقي تماما يقدم كل شيء منقدر نقدمه. نحن بحصار اقتصادي على سوريا، وهذا الحصار الاقتصادي لا يرتبط فقط بالاقتصاد أو يؤثر على الاقتصاد، ولكن يؤثر على الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي أيضا. يعني نحن ما ننسى هذا الشيء، نحن ضمن الإمكانيات المتاحة قدامنا بالعكس نحن بنحمد الله أنه عم نقدم بهذا الكم من الأعمال، الكم والنوع
ما نخلينا نقول انه الكم على حساب النوع، لا ابدا. نحن نصوصنا كلها مراقبة، تخضع للجان قراءة، تخضع للجان مشاهدة، تخضع للجان وهكذا. فالنصوص الأعمال حتى إخراجيا وتمثيليا إخراجيا. بالنسبة لي أنا كممثل هي بالآخر هو تعب، ولكن هذا التعب سقي تماما، يزول تماما عندما نحقق الغاية المرجوة، وإن شاء الله تكون عم تتحقق وترضي جمهورنا. يعني نحن دائما عم نتفاعل مع الجمهور، عم نلاقي عم نشوف انه تفاعل بالعكس كتير كتير حلو وكتير مبسوطين، هذا اهم شيء. اكيد يعني احنا بنقول دائما في امكانيات محدوده، ولكن السوري عم يثبت بكل المجالات علميه ثقافيه انه هو عم يتخطى كل الامكانيات، واكيد عم يبدع، ما عم يوقف عن قصه الامكانيات. بدنا نشكرك كثير لهي الاضاءه السريعه اليوم لابرز الفعاليات اللي حتكون خلال عيد الاضحى وما بعدها للسيد محمد سالم. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم، وشكرا لوزاره الاعلام اول شيء، وشكرا لقناه الاخباريه السوريه يلي دائما معنا وعم تغطي فعالياتنا الثقافيه بشكل عام وبشكل خاص الفعاليات المسرحيه. شكرا لك استاذ محمد.